تعد تمارين التأمل اليقظ أو الواعي واحدة من وسائل التخفيف عن ضغوط الحياة، وفيما أظهرت نتائج عدة لدراسات علمية فوائد ونتائج ممارسة تمارين التأمل للأشخاص الأصحاء. تفيد أحدث هذه الدراسات بأن دمج التأمل في رعاية المرضى يمكن أن يقلل الألم، وسط الحديث عن فوائد لا تنتهي بانتهاء جلسات التأمل، إذ يمكن أن يساعد هذا الرجال بالتحديد على السيطرة على أعراض حالات طبية معينة. لتحسين مستويات الصحة والنشاط لديه، كما يقول، ينخرط جون بشكل منتظم في تمارين ممارسة التأمل. العلاج بالصوت أجده طريقة بديلة للاسترخاء ولإزالة القلق، وأحاول المجيء مرة أو مرتين في الأسبوع، وأشعر بعد كل حصة أنني أنام جيداً، كما أتعامل بشكل أفضل مع أي آلام وأشعر بالراحة. يعتبر المختصون بالمجال أن التأمل ليس بديلاً عن طرق العلاج الطبي التقليدية، لكنه قد يكون مفيداً كوسيلة إضافية لطرق علاج المرضى، وأيضاً وسيلة الأصحاء لتحسين الصحة الجسدية والنفسية وراحة البال. ما كنتم تشاهدون هو العلاج بالصوت، وهي إحدى طرق التأمل. نستخدم فيها أساساً الاهتزازات والذبذبات الصوتية باستخدام مجموعة أوعية وآلات أخرى تعمل على إزالة العوائق وتسمح للطاقة بالتدفق بالتساوي في جميع أنحاء الجسم. والاهتزازات تعدل اختلال الموجات التي يختل نمطها عند حدوث المرض أو معاناة الضغوط. تشير بعض الأبحاث إلى أن تمارين التأمل قد تساعد الناس على إدارة أعراض الحالات المرضية، كما توفر لهم الشعور بالهدوء والتوازن. بعد الكوفيد إنه كتير ناس صاروا متقبلين أكتر للتأمل، عم بيجوا أكتر للتأمل، وحتى الدكاترة عم بنصحوا كتير الناس يجوا يمارسوا التأمل. شو بصير بحالته التأمل؟ إحنا لما نكون بسيشن المديتيشن أو التأمل، البرين ويفز تاعنا بيقلوا لحد لما نوصل لمرحلة الزيرو. لما توصل لهالمرحلة بتبطل تفكر، لما توصل لمرحلة عدم التفكير بعديها بتصير أنت رايق، بخف الغضب، بخف التعصيب، بخف الشغلات اللي ممكن تزعج، وبتساعد على علاج الجسم. هلا الناس بس حتى بس يمرضوا بحطوا من دكاتره فتره يناموا تسكريت هرمونات معينه، فهاي الهرمونات بس تيجي خلال التامل المديتيشن بتساعد الجسم يعالج نفسه بطريقه طبيعيه وبطريقه اسرع. بينما تقول العديد من الدراسات إن تمارين التأمل واليقظة أدت إلى تحسينات كبيرة في إدراك المرضى للألم، يؤكد هؤلاء المنخرطين في هذه الحصص للتأمل بأنهم وجدوا ذلك طريقاً إلى التعامل مع إيقاع الحياة السريع. مصطفى سكحال، الحرة، دبي.